السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي بينت: مجلس الوزراء أهمية التفاوض الثنائي مع قطر لاستمرارية السماح لصيادي البلدين بممارسة نشاطهم. البحرين تحتفل باليوبل الذهبي للشرطة النسائية. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: سمو ولي العهد رئيس الوزراء، الفيروس ما يزال موجودا وحذرا من التراخي. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت: قمة بحرينية أردنية تبحث العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة. أما صحيفة الأيام فقد بينت: خط الصهر السادس للتوسعة في ألبا يحصد على جائزة أفضل مشروع صناعي في الخليج لهذا العام. نشر صحيفة أخبار الخليج صوراً لمباحثات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث بحث الجانبان مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أكد في حوار خاص مع صحيفة أخبار الخليج على إنجاز 60% من مشروع تحديث مصفاة بابكو، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الثالث من عام 2022، مشيرا إلى أن مشروع التحديث من شأنه أن يوفر أكثر من 500 وظيفة جديدة. بيّن صحيفة أخبار الخليج أن الدكتور نبيل أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كشف عن أن قطاع الاستزراع السمكي مقبل على نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة، حيث تم تخصيص 5 أراضٍ. نشرت صحيفة الوطن أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب تفاعل مع نداء زوجة الشاعر والأديب البحريني علي الشرقاوي، إذ أجرى سموه اتصالا مرئيا مع الشرقاوي وزوجته الشاعرة فتحية العجلان. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود البارزة التي قدمها الشاعر والأديب البحريني علي الشرقاوي. نقلت صحيفة الوطن أن الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة قال إن حملة التطعيم الوطنية شهدت إقبالا لافتا من جميع فئات المجتمع لأخذ التطعيم، موضحا بأن هناك زيادة يومية مضطردة في الأعداد المسجلة لأخذ مواعيد لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا. بيّن صحيفة الوطن أن مصدراً طبياً مسؤولاً نفى إلغاء المسحة الخاصة بفحص فيروس كورونا للقادمين إلى مملكة البحرين من الخارج والذين حصلوا على اللقاح ولديهم شهادات بذلك. نشرت صحيفة الأيام مقالاً افتتاحياً لها بعنوان مبادرة بحرينية خيرة، فإلى هذا المقال.
أعلن مجلس الوزراء يوم أمس عن مبادرة خيرة لإعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية الإماراتية، وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية السعودية. إنها مبادرة خيرة وجميلة أطلقتها البحرين، وهي مبادرة تكرس كل معاني الأخوة والتعاون الخليجي المشترك، وبالأخص تنظم عملية الصيد والاسترزاق وفق مفهوم أخوي. تأتي هذه المبادرة الخيرة من مجلس الوزراء لتؤكد على النوايا الطيبة للبحرين في معالجة أي خلاف في إطار مبادئ الأخوة وضمن البيت الخليجي وفق اتفاق يحفظ كل الحقوق. نشرت صحيفة الأيام أن شركة طيران الخليج أعلنت عن تعليق جميع الرحلات من وإلى دولة الكويت وسلطنة عمان، ومن جانب آخر أكدت سفارة مملكة البحرين في المملكة المتحدة للمسافرين إلى البحرين من المملكة المتحدة فإنه لا يوجد حالياً أي تغييرات لإجراء السفر للقادمين من بريطانيا. بيّنت صحيفة الأيام أن مشروع خط الصخر السادس لتوسعة بشركة ألومنيوم البحرين ألبا حصل على جائزة أفضل مشروع صناعي في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، وذلك خلال حفل توزيع جوائز المشاركين من مجلة مد في نسختها لعام 2020. ننتقل إلى صحيفة البلاد ونقرأ منها أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة صرحت بأنها أحالت للجهات المختصة حسابات تقوم ببيع المجوهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام دون حصولها على سجل تجاري مرخص. وفي السياق ذاته حذرت الوزارة من التعامل مع أي حسابات غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حماية لحقوقهم من النصب. البحرين وأروع قصص النجاح والرعاية الفائقة لقطاع التعليم، عنوان مقال في صحيفة البلاد للكاتب أسامة الماجد. فإلى هذا المقال. الحكومة الموقرة تولي اهتماما خاصا لعملية تطوير التعليم وغرس القيم التربوية من خلال الخطط المدروسة وتنفيذها. لهذا فصورة مملكة البحرين في التقارير الدولية صورة مشرفة كيف لا، وهي تحصد الجوائز والمراتب العليا بصفة مستمرة على مستوى دول العالم. وآخر الإنجازات حصول البحرين على المرتبة الثانية في اختبار تيمس الرياضيات والعلوم للصف الثامن في اختبارات العالمية، وكذلك فوز مملكة البحرين بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية المقامة بدولة الكويت الشقيقة، وذلك عن مشروع البوابة التعليمية تعلم، والذي اختير ضمن أفضل المشاريع التقنية لعام 2020 في مجال التعليم كمنصة إلكترونية وتطبيق ذكي. إن تهنئة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لوزارة التربية وأبنائه الطلبة بما تحقق من نتائج مشرفة له أكبر دليل على دعم جلالته اللامحدود لوزارة التربية والتعليم على جهودهم الحثيثة في خدمة العلم ونشر المعرفة. معا ننتصر، عنوان مقال للكاتبة الدكتورة حورية الديري في صحيفة البلاد. فإلى سطور هذا المقال.
لقد بدأ العد التنازلي لنهاية عام 2020 بعد مسيرة حافلة بالتحديات المشتركة التي عشناها طوال هذا العام، ونحن نشهد معا انفراجتها بعد التوجيهات السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين. إنها خطوات مباركة تحمل لنا جميعا رسالة في العمق كي ننهض بكل إمكانياتنا التي تؤكد جاهزيتنا لاستقبال العام الجديد بكل قوة وحماس. احملوا أروع إنجازاتكم التي صارت ولو لم تكتمل، اصنعوا من أجلها المناسبات السعيدة كي تكافئوا أنفسكم، ارفعوا معها أجمل الأمنيات للعام المقبل. شعار معا ننتصر يحمل إحساسا راقيا لما هو مقبل من خير وفير. وكي نبقى على الموعد، فإن واجبنا كبير في حسن اختيار شعاراتنا. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقي البرامج والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين.ph. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.